بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة استوقفتني اليوم، أحببت أن أتوقف معكم لنتأمل 4 كلمات من القرآن العظيم: المنخنقة، الموقوذة، المتردية، النطيحة. هذه الأصناف 4 محرمة. الحقيقة أيها الأحبة، ينبغي لنفهم هذه الآية ونثبتها في دماغنا، ينبغي أن نرجع إلى زمان الجاهلية. في زمن الجاهلية كانت الدابة إذا حشرت نفسها بين الأغصان أو بين مكان لا تستطيع الخروج منه فماتت اختناقا، كانوا يأخذونها ويأكلونها. أحيانا كانوا يأتون بالدابة فيوقظونها ضربا، يضربونها حتى الهلاك. وقذ يعني ضرب، وقذها ضربها بشدة حتى تموت، الضرب حتى الهلاك. فكانوا يضربون هذه الدواب حتى تموت ثم يأكلوها. اليوم في الصين مثلا وفي بعض الدول يلجؤون لهذه الطرق. رأينا فيديوهات، هناك أشخاص يأتون مثلا بكلب أو حتى بمثلا بقرة أو ثور أو كذا، فيضربونه حتى الموت ثم يقطعوه ويأكلون. إذن المنخنقة هي التي ماتت مختنقة. في العصر الحديث هناك غازات سامة يمكن أن تخنق بعض الحيوانات، فهذه لا يجوز أكلها لأنها ماتت اختناقا. إذن كل دابة ماتت مختنقة، بقرة أو ثور أو الماعز أو إبل، هذه لا يجوز أكلها أيها الأحبة. كل دابة تم ضربها حتى الموت تدعى الموقوذة، الموقوذة أي التي ضربت حتى الموت، أيضا لا يجوز أكلها. المتردية، هناك بعض أنواع الماعز التي تتسلق الجبال أحيانا تسقط من أعلى الجبل فتموت، هذه أيضا لا يجوز أكلها. هناك أحيانا بعض أنواع أيضا الدواب تتردى في بئر، تسقط في بئر فتموت، لا يجوز أكلها أيضا، هذه تدعى المتردية، من فعل تردى أي قذف بنفسه من الأعلى للأسفل فمات، متردية. طيب النطيحة واضح معناها، النطيحة هي التي دخلت في معركة مع دابة أخرى فنطحتها فماتت، النطيحة أي المنطوحة يعني التي نطحتها دابة أخرى فماتت. كل هذه الأنواع أيها الأحبة حرم الإسلام أكلها. لماذا؟ هناك حكمة أحبتي في الله. عملية ذبح الحيوان عملية تضمن لك خروج أكبر كمية من الدم، لأن الدم مستودع البكتيريا والفيروسات والجراثيم، تضمن خروج أكبر كمية من الدم. الشيء الثاني أن عملية الذبح هذه للحيوان تضمن أن القلب يبدأ ينبض بسرعة فيضخ كمية كبيرة من الدم، يموت الحيوان موتا سلسا، غير عملية الاختناق أو الموت المفاجئ، لأن هذا اللحم أنت ستأكله، فاللحم يتحول إلى مادة سامة إذا مات موتا مفاجئا، يتحول إلى يعني لحم غير، حتى طعمه غير لذيذ، غير مستساغ، تبقى فيه السموم. الدم إذا بقي في هذا اللحم ومضى عليه عدة أيام تتكاثر هذه البكتيريا والكائنات هذه الموجودة، ويتحول هذا اللحم إلى مادة سامة بالنسبة للإنسان إذا لم يطبخ جيدا، لم يعالج جيدا إلى آخره. يعني كل هذه الأنواع حرمها الله لحكمة، لأنه يريد لنا الخير. الله تعالى يريد بعباده الخير، يريد لهم صحة أفضل. وبالفعل أيها الأحبة، اليوم العلم الحديث اليوم، مع أنه لا يعترف طبعا بهذه المواضيع،
لأنه علم قائم على الإلحاد، ولكن هناك بعض الدراسات العلمية الإسلامية التي أثبتت أن اللحم أو الدابة التي ذبحت على الطريقة الإسلامية ومع كلمة الله أكبر، فإن كمية البكتيريا والسموم في جسدها تكون أقل بكثير، ويكون طعمها ألذ أيضا، تكون زكية، فيها زكاوة. إذن أيها الأحبة، ملخص هذه الحلقة، تناولنا 4 كلمات: المنخنقة هي التي ماتت اختناقا، الموقوذة هي التي ضربت حتى الموت، المتردية هي التي سقطت في بئر أو سقطت من الجبل فماتت، النطيحة هي التي نطحتها دابة أخرى فماتت. كل هذه الأنواع حرمها الله عليك أيها الإنسان، لماذا؟ تكريما لك، ولقد كرمنا بني آدم. هذا من محبة الله لك، يريد لك أن تأكل طعاما صحيا لذيذا نافعا لك، فحرم هذه الأنواع لأنه يريد لك الخير. ألا يستحق هذا الإله العظيم أن نشكره ونتذكر قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.